النهارده معانا تسريب مؤكد واعلان رسمي من شاومي. اما التسريب المؤكد فهو للريدمي نوت 10 الترا، جهاز الفلاجشيب اللي نازل للفئه المتوسطه، واما الاعلان الرسمي فهو للنسخه الجديده من الريدمي نوت 8 نسخه 2021. تعال نعرف تفاصيل اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. اخر فيديو نزلناه اتكلمنا فيه عن التخبيط اللي حصل، ونقدر نقول الدخله الشمال اللي حصلت في ابل يمكن، لكن في اخر الفيديو اتكلمنا عن تسريبات عن شاومي او الاجهزه المنتظره والمرتقبه من شاومي، الا اننا المره دي بقى جايين ناكد المعلومات اللي ما اتاكدتش ونسلط بعض الاضواء على الاعلان الرسمي. فخلينا بقى ناكد التسريبات وناكد كمان المواصفات اللي موجوده في الاعلان الجديد. واول حاجه هنبدا بيها هي الاعلان الرسمي، لانه مرتبط بالموبايل الشخصي بتاعي، فيعني حاجه مفرحاني يعني، وهي ان شاومي كانت اعلنت قبل كده ان هي باعت 25 مليون نسخه من جهازها الريدمي نوت 8، فبناء عليه عملت الحركه الذكيه اللي اي شركه بتبقى عايزه تاخد حته كبيره من السوق بتعملها، وهي انها بتجدد اللاين او بتجدد النسخه اللي نجحت او اللي باعت كتير، زي ما هي عملت قبل كده عملت كمان انفينكس. حته التجديد دي بيكون فيها نوعين. النوع الاول ان لو جهاز عندك باع كتير فانت ممكن تنزل نسخه اقل شويه من الجهاز، تكون امكانيات او مواصفات قريبه من النسخه اللي باعت لكن يكون اقل شويه، او انك بتحدث المواصفات دي وترفع منها سنه والسعر برده ما يكونش بعيد قوي عن النسخه اللي نجحت. وده بالمناسبه اللي عملته انفينكس ما بين الهوت 10 العادي وبين الهوت 10 بلاي. انفينكس نقدر نقول بالجهاز ده كانت بتحاول تستعيد ثقه الجمهور في اجهزتها، تقدم امكانيات كويسه لكن بيحصل فيها شويه سقطات غريبه كده، فانفينكس نزلت بالجهاز ده علشان تجذب السوق ليها مره ثانيه او تسمع مره ثانيه، وده اللي حصل بالفعل ان الجهاز نجح جدا. وبناء عليه انفينكس نزلت بجهاز هوت 10 بلاي، واللي المفروض ان هو بيقدم اداء مناسب جدا، يعني سعره اقل شويه، امكانياته اقل شويه من الهوت 10، الا ان اداؤه كويس جدا بالنسبه لسعره. نرجع مره ثانيه لشاومي بقى. شاومي قررت ان هي هتنزل نسخه جديده او هتجدد انتاج الريدمي نوت 8، الا انها مش هتجدده زي ما هو. شاومي قالت ان هي هتجدده ومعاها شويه مميزات زياده او شويه تحديثات بمعنى اصح. واول حاجه نبدا بيها في جهاز الريدمي نوت 8 نسخه 2021، او كما ستعرف ريدمي نوت 8 2021، هو الشاشه. شاشه الجهاز هتكون IPS LCD بتردد 120 هرتز ريفرش ريت او تردد الشاشه نفسه، وبناء عليه الجهاز هيكون سلس اكتر من الجهاز القديم، وده يعتبر اول تحديث في النسخه الجديده عن النسخه القديمه. ومكملين في التحديثات عن النسخه القديمه في المعالج، والمعالج هيكون ميديا تك هيليو جي 85، والمعالج ده المفروض ان هو هيكون اقوى من المعالج القديم اللي كان سناب دراجون 665، والاداء بتاعه اعلى باقل تقدير ب 2%. طبعا المعالج ده كان موجود في ريدمي نوت 9 اللي هو كان تحديث عن الريدمي نوت 8 القديم. البطاريه هتكون 4000 ملي امبير وبتدعم شحن سريع 22.5 واط، وده تحديث كمان لان البطاريه القديمه كانت بتدعم شحن سريع 18 واط بس. وبالنسبه للكاميرا الخلفيه فهتكون زي التصميم القديم بالظبط، 4 كاميرات خلفيه 48 ميجا بكسل، كاميرا اساسيه، كاميرا الترا وايد، كاميرا تيلي ماكرو، وكاميرا ديبث او للعمق. والكاميرا الاماميه مفيش اي اخبار عنها، لكن اظن ان هي مش هتتغير، يعني هتكون برده 13 ميجا بكسل زي النسخه القديمه. واخر تحديث معانا بالنسبه للجهاز ده عن النسخه القديمه انه هيجي بالميواي 12.5 ومعاه الاندرويد 11 من العلبه على طول. وطبعا شاومي من الشركات اللي بتكمل مع موبايلاتها على قد ما تقدر تشيل من تحديثات، يعني نقدر نقول ان الجهاز ده مع تحديثات لجيلين ثلاثه قدام. ونخش بقى على فاكهه شاومي القادمه والجهاز المرتقب بشده والمنتظر واللي هيعمل بوم كبيره في السوق العالمي، وهو جهاز الريدمي نوت 10 الترا. الموضوع المره دي مختلف شويه لان التسريبات اكدها اكتر من موقع من المواقع اللي اصلا شغلانتها تاكد التسريبات دي. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الاعلان عنه اللي هيكون يوم 26/5، لكن دلوقتي الموضوع بقى تاكيد اكتر بخصوص الجهاز. طبعا كل حاجه تقريبا اتاكدت في الجهاز، فبالتالي قلنا لازم نتكلم عنه بشكل اوضح، بما اننا بقى ايه خلاص ترصدنا وعرفنا كل المواقع وكل اخبار التقنيه اللي اتكلمت عنه واكدت المعلومات، على عكس المره اللي فاتت كانت التسريبات كده ايه على استحياء شويه. واول حاجه نبدا بيها في ريدمي نوت 10 الترا هو حجم الشاشه. الشاشه هتكون 6.53 بوصه، على عكس المتعارف عليه والسائد اللي شاومي قررت تغيره اللي هو الطبيعي بتاعها 6.67 بوصه، وهتكون شاشه اموليد، والشاشه هتكون 120 هرتز ريفريش ريت او التردد بتاعها، الا انه من بين كل التأكيدات اللي موجوده ما كانش فيه اي حاجه واضحه عن الشاشه هتكون دقتها قد ايه، لكن بيعتقد ان هي تكون HD بلس. طبعا هي دقه الشاشه دي اللي بيعتقد وبيظن ان هي اللي هتيجي، لكن لسه مش عارفين هل دي الاكيده ولا ممكن تكون اعلى من كده،
لكن ممكن مع صغر حجم الشاشة ان هي اقل من العادي ممكن حاجة زي كده ما تكونش مشكلة قوي. الجهاز هيجي بمعالج الميديا تك دايمنستي 1100 بمعمارية 6 نانومتر اللي المفروض هيكون تطور كبير جدا عن المعالج اللي جه في جهاز الريدمي نوت 10 برو اللي كان سناب دراجون 732 جي. وبالنسبة للذاكرة فالجهاز هيجي برام 6 جيجا و8 جيجا وهيكون جاي ب 128 جيجا مساحة داخلية او 256. الا ان حاجة زي كده مستفزة جدا مع وجود واجهة شاومي الميواي 12 باندرويد 11. طبعا كلنا عارفين ان الميواي 12 هو واجهة رخمة كده وتقيلة شويتين والمفروض ان واجهة الميواي 12.5 هتكون اقوى بمراحل ومختلفة جدا وسلسة اكتر. الا ان الجهاز كان ممكن ينزل بالميواي 12.5 واجهة شاومي اللي عمالة تسوق لها على انها هتكون الاقوى والاسلس والافضل بين كل واجهات الموبايلات اللي موجودة، خصوصا وان كلنا عارفين ان الميواي 12 مش افضل حاجة خالص، بالعكس هو جاي تقيل زيادة شوية وبيعمل لاك في الموبايلات اللي مش قوية نسبيا او اللي مش قادرة تشيله، والمفروض ان الواجهة الجديدة هتكون قوية جدا ومناسبة مع كل الموبايلات وبتتعامل بذكاء مع الموبايل. يعني كان ممكن يا شاومي انك تكمل الباكج الجميلة بانك تحطي في الهدية دي الميواي 12.5. هو اكيد الريدمي نوت 10 الترا هيوصل له تحديث الميواي 12.5، لكن كان ممكن تتصرف باي شكل وتنزلها معاه او تأخر الاعلان او اي حاجة من الحاجات اللي ليها علاقة بالماركتنج اللذيذة دي علشان الجهاز ينزل بالباكج كاملة. يعني انت عندك المفروض الجهاز جاي بمواصفات قوية فعليا، يعني الشاشة هتكون اموليد، عندك الذاكرة الداخلية مش بسيطة، عندك المعالج هيكون قوي جدا، فليه ما تكملش الهدية بانك تجيب الميواي 12.5؟ طبعا وزي ما قلنا اكيد هيجيله تحديث ومن اسرع الموبايلات اللي هيجيلها، لكن كنت طلعه من العلبة يا سيدي بالواجهة دي. وبعد ما قلنا اللي في بالنا بخصوص واجهة الميواي 12 والميواي 12.5، خلينا نقول ان كان في تضارب بين المواقع بخصوص الكاميرا الخلفية هتكون كام ميجا بكسل. في مواقع قالت هتكون 100 ميجا بكسل ومواقع تانية قالت هتكون 108 ميجا بكسل، فبالتالي هنستنى الاعلان الرسمي علشان يوضح لنا الرقم النهائي للميجا بكسلز اللي موجودة او اللي هتكون موجودة في الجهاز. وفي النهاية خلينا نتفرج بقى على اعلان جهاز الشاومي ريدمي نوت 10 الترا. واخيرا بقى سعر الجهاز هيكون 280 دولار يعني حوالي 4500 جنيه مصري تقريبا للنسخة الاقل اللي هي 6 جيجا رام مع 128 جيجا مساحة داخلية، ويوم 26/5 هيتم الاعلان عنه رسميا في المؤتمر، وبعدها هنعرف هل هينزل مصر ولا لا. ما تنساش بس انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان لما ينزل الجهاز رسميا ونعرف هيوصل مصر ولا لا نبقى نتكلم عنه بشكل مؤكد بقى ورسمي. ودي كانت نهاية التسريبات المؤكدة والاعلانات الرسمية من شاومي، نلقاكم على خير.